مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مهارات جديدة ونعمل وصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. اسمحوا لي في البداية أبارك طبعا للنادي الأهلي وأقول يا رب كل التوفيق دايما والنجاح والتألق للنادي الأهلي ولنجاحات جاية كتير جدا جدا. دلوقتي بقى احنا النهاردة عايزين نعمل وصفة لطيفة محببة عند ناس كتير جدا، في ناس كتير قوي بتحبه وممكن يختلف عليه الأمر ويبقى في ناس بتحب نوع آخر شبهه. عندنا النهاردة الحمام. الحمام ليه محبيه جدا جدا وفي ناس ما بتحبش الحمام فتحب السمان، لكن كل واحد من هذه الطيور يعني ليه طبيعة أكله وليه طريقة تنظيفه، لأنه مثلا الحمام عن السمان طريقة السمان لازم يتغسل بشكل معين لأنه السمان وأكله بيتغذى على الأسماك، فدايما بتلاقوا فيه ريحة زفارة كده، فلازم يتغسل كويس قوي ولازم يتغسل بالليمون والملح. الحمام بياكل حبوب وبذور فما تلاقوش فيه اي زفاره، فطبعا في فروق. اذا حتى في التنظيف لازم اكون حاطه ده في ذهني. طيب تعالوا بقى نقول بسم الله ونبدا نقول ايه. انا هعمل النهارده هحشي حمام بالفريك، طبعا اللي بالرز معروف اللي بالرز، وممكن نعمل نفس الخلطه دي بس بالرز، لكن خلينا نتكلم عن الفريك شويه اللي احنا يعني شويه مقننين في اكل الفريك، وهو الحقيقه مفيد قوي. يعني الفريك من الحاجات المهمة والمفيدة، وكتير جدا أهالينا في المحافظات وفي الشرقية وفي البلاد بيهتموا قوي موضوع الفريك ده. فتعالوا النهاردة نعمل شوية حمام بالفريك ونتكلم عن فوائده الجميلة دي. بصوا الفريك أولا غني بالألياف جدا، بيعزز عملية الهضم. بصوا اللي على مخدر ده هو اللي جميل، لازم يتنقع شوية. حلوين مخرجنا هيجيبه دلوقتي، تلاقوه كده لونه على مخدر شوية، شايفين ازاي؟ الفريك لازم يتنقع عشان تاخدوا منه نتيجة كويسة، ولازم يتحمص حلو علشان يطلع مفلفل مع حضراتكم. الفريك ده سبحان الله سلاح ذو حدين. عارفين لما واحد يكون ايه مش بياكل حاجة قوي وبعدين يرجع ياكلها، لما ياكلها من ايد حد يعملها صح فيحبها طول حياته، او لو لا قدر الله اكلها غلط يفضل كارهها طول حياته حتى لو اتعرض عليه انه ياكلها بشكل كويس. خلينا الاول نقول المقادير، هنعملها بطريقه بسيطه وجميله ونحكي سوا عن التفاصيل. عندي حمام، انا هعمل النهارده للحمام عندي جوزين حمام مثلا، هطلع الجوز الثاني بس عشان احشي عشان الوقت، فانا هوريه لحضراتكم هنا واوريكم برضه طريقه الحشو مع بعض. عندي كوبايتين من الفريك منقوع طبعا، عندي بصل مفروم وثوم مفروم، عندي جزر مفروم وده اختياري بيدي طعم حلو كده، عندي فلفل حار ده اختياري بيدي طعم حلو كمان مع الحمام، وعندي الكبد والقوانص بتاعه الحمام، عندي مستكه وجوزه الطيب، وعندي السبع بهارات، عندي قرفه، عندي حبهان وكمون، ملح وفلفل، زبيب حسب الرغبه، وطبعا اكيد شوربه الحمام. طيب احنا هنتكلم دلوقتي، انا عايزه اقول لكم بقى كمان بالمره عشان احنا ايه ده حشو الفريك خلاص. خلينا الاول نتكلم عن شوربه الحمام عشان هي جاهزه معايا. ننزل مقادير الشوربه. الشوربه دي انا حاطه فيها ايه؟ حاطه فيها بصل اهي، وجزر، وكرفس، عود كرفس، وخليني اهدي النار هنا بس، وحاطين فيها حبهان، وحاطين فيها ورق لورا علشان تبقى منكهه حلو، ممكن رشه ملح وفلفل. خليني برضه احط شويه فلفل هنا كده وشويه ملح برضه. خلاص ادي المرق. هو انتوا رحتوا فين يا حبايبي؟ انتوا فين؟ انتوا في حته وانا في حته ثانيه خالص. طيب ادي الشوربه اللي هنسلق فيها الحمام. بعد ما هسيبه يغلي شويه والحمام يتسلق هاخد شويه من الشوربه دي، نعمل شويه شوربه نشربهم مع الحمام. في ناس تحب قوي شوربه الحمام دي، بس هنضيف لها اضافه بسيطه كده ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. خليني بس اوارب كده الغطا بتاع دي عشان البخار ونبدا نتكلم عن الايه الحشو. هاخد كده، انا بسخن هنا حله، الحله دي بسخنها قوي عشان انا عايزه احمص فيها الاول الفريك نعمل الحشو مع بعض. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم غني بالالياف وبيعزز عمليه الهضم جدا. نقدر كمان الناس اللي بتحافظ على حميه معينه وتحافظ على وزنها بتاكل من الفريك، وبيعالج التهاب الجهاز الهضمي، هو مفيد جدا. عايزه اقول لكم هو كمان من الحاجات الجميله اللي بتسيطر على مستوى نسبه السكر في الدم. مستويات السكر في الدم ما بتعلاش بيه، يعني بتبقى انتوا عارفين ايه المهم انها ما تعلاش فجاه، المهم يبقى تدريجي والدنيا جميله. اي حاجه فيها الياف في الدنيا بتبقى مفيده جدا لمرضى السكر. تعالوا بقى هنا، انا بسخن الحله قوي، لازم اسخنها قوي، انا عايزه اول ما ينزل
كأنه ايه بيتحمص. فانا سايباه هنا الاول. اول حاجه هاخد بسم الله الرحمن الرحيم شويه زيت كده، وهناخد البصل. ما حدش ظبط لون دي. ناخد ام اسلام حبيبتي، اهلا وسهلا، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبتي. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، انت اخبارك ايه؟ اهو ماشي الحال الحمد لله. يا رب دايما بخير وصحه وسلامه. الله يبارك لك يا حبيبتي، تسلم ايدك. انا الغدا عندك النهارده. يلا انا عارفه انكم بتحبوا السمان، بس الحمام انا عارفه برضه. لا انا بموت في الحمام. طب يلا تعالي بقى. اللي بيحب السمان قوي خلاص ياكل لوحده بقى، عشان انا بحب الحمام زي. اه والله خلاص احنا هو فعلا العشق كله. اه طب يلا تعالي بقى. اجي فين؟ تعالي هيجيني. إيه ماشي طاير. لو اعرف بس كان بيروح فين الحمام الزجل ده، وبيعرف العناوين منين، اللوكيشن ازاي، انا ما اعرفش. حبيبتي من انا والسيف يا حبيبتي، ده على عينينا يا ام اسلام. ربنا يخليكي، ده انت يعني كلك ذوق وكرم واخلاق. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. حبيبتي تسلم ايدك وبالهنا والسيف على كل اللي ياكل. تسلمي يا قلبي، ربنا يبارك في عمرك. سلامي لكل كرو البرنامج الجميل. يوصل يا حبيبي. وقناتنا الجميله، الاهل الجميل على راسنا من فوق والله. الله يسعد قلبك حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. حرمش منك. كل الكرو. امي حبيبه قلبي، نورتينا وشرفتينا يا ام اسلام. شكرا شكرا ليك ولسماع صوتك يا حبيبه قلبي. انا حطيت فصين مستكه بس، وبرده بشوح البصلايه، هاخد شويه رشه ملح وفلفل. هنعمل كده ايه، ممكن الفريك ده نحط منه ناكل، بس انا ليا رجاء عند حضراتكم لما تيجوا تستخدموه، يعني لو هنحشي الحمام بالفريك انا هفصل الفريك اللي انا هاخده احطه في الاكل وهقدمه في طبق، عن الفريك اللي انا هستخدمه فين في الحشو عشان ما يتزفرش، لان استحاله هاخد الفريك اللي اتحطيت فيه اللي هو انا حطيت فيه مثلا الحمام ان انا هاخده تاني ارجعه واقدم فيه، استحاله. خلاص طيب بصوا كده تشويحه حلوه، رشه الملح والفلفل دي بتفرق قوي مع فصين المستكه. تعالوا بقى ناخد كده ايه فصين توم حلوين كده، وهاخد كام واحدة من الفلفل الحار، وده اختياري زي ما تحبوا. طبعا الفريك لازم يتنقع نقعة كويسة عشان يدي حضراتكم نتيجة كويسة. طيب هاخد بقى شوية جزر، وده اختياري لو حابين، بيدي طعم حلو كده مع الحشو، ممكن تستغنوا عنه مفيش مشكلة. في خطوة كده ممكن نعملها للحمام بتبقى حلوة قوي، افتكر يعني ماما كانت برضو بتعملها. بيجيبوا بصلاية مفرومة ويحطوا لها شوية ملح وفلفل وبهارات، ويعملوا بيها الحمامة كلها من جوه ومن بره علشان تطعم وتبقى في يعني يبقى ليها طعم، لحم الحمام ليه طعم. يسيبوها كده شويه نص ساعه قبل ما يبداوا يعملوا الخلطه بتاعتها، بتدي طعم حلو قوي كمان بصراحه يعني. فاللي يحب يعمل كده انا حبيت اقولها لحضراتكم اهو. ناخد بقى، انا طبعا عندي هنا قرفه باودر، فانا بحب احط مع الفريك قرفه باودر، وبعدين شويه البهارات، وهننزل دلوقتي الفريك مع ورشه الكمون ورشه حبهان. وتعالوا بقى ايه، هاخد الفريك كده اصفيه بس شويه، حلوين كده. وناخد بقى حبه كده بصوا، فريك رائع من الحاجات الجميله المغذيه، طعمه حلو، احلى حاجه تستشعروا بيها طعمه المنكهات اللي تتحط معاه، عشان هي دي اللي بتديله طعم جميل، او تحببكم في الفريك، او تخليكم شامين فيه الطعم المدخن اللي انتم ممكن تبقوا مش حابينه قوي. انا عارفه اصلي الاحساس ده، لان انا ما اكلتوش غير وانا كبيره. بصوا كده بسم الله، لا هنقلب كده بصوا ازاي، نشفه كده شويه علشان ياخد من المكونات الحلوه. طبعا انا مش هسوي ميه كتير ومش محتاج ميه كتير خالص،
المية تكاد تكون أقل من المستوى بتاعه كمان. خلاص انتوا شايفين اهو حباته مش محتاجة. تمام اهو. خليني احط مع المية عشان احشي هنا حمامتين، خليني نحطهم مع بعض. بصوا هوريكم حاجة في الحمامة مهمة هنعملها دلوقتي مع بعض. شايفين صدر الحمامة هنا؟ تحسوه هنا ده محشي الفريك. اما تيجي يا استاذ فضل انا معاك كده. بصوا هنعمل كده، بنوصل فيها الرز. انا بحشي من هنا، ولما بحشي من هنا طبعا بحرر الجلد من اللحم والجلد، وبتك شويه على القفص الصدري علشان تبقى مسحوبه كده زي ما انتم شايفينها كده لحد فوق. حلو. في ناس تحب تشيل الرقبه وفي ناس لا، فانا اهي انا احط دول بس وبعدين هشتغل معاكم واحده نحشيها دلوقتي مع بعض. بسم الله اهو. ممكن نخلي هاخد طبق تاني بلاش ده عشان نحشي فيه، بس اقلب بس تقليبه للفريك اهو. وهنحط بقى شويه فلفل وشويه ملح ورشه بهارات، وهحط رشه كمان من جوز الطيب. طبعا على شوربة الحمام حطينا جوز الطيب برضو، حمام بيبقى احلى بالحبهان والمستكة وجوز الطيب. بصوا معلش انا بس هحط ده وهستقر حالا. بصوا كده حبة نونو وهدي النار، ههدي النار عليه، انا مش عايزة كتير. ما تنسوش ان انا لسه اما هحشي هنزله في الشوربه وهيستوي، هياخد تسويه، انا عايزاه نص تسويه كده. خلاص الريحه طبعا روعه حقيقي فعلا هنا. وخليني اغطي دي شويه اتشرب شويه. واحنا هنا مجهزين شويه بردين نشتغل فيهم مع بعض. اللي حابب يحط الكبد والقوانص هتحطوها في الاول، بمعنى بتتعمل لوحدها. يعني ايه؟ في المحلات بتاعه الكباب والحمام والمحلات الكبيره بيسووها لوحدها وبيحطوها في جنب على صينيه كبيره فيها الفريك او الرز اللي بيحشي فيه الراجل اللي واقف، وبياخد كل كميه الحمام ويبدا يشتغل عليها. بصوا بيعمل ايه، هاتوا كده. بسم الله شايفيني كده يا استاذ فاضل؟ حاضر. طيب اللي جوه كده تمام كده ماشي كده. طيب اهي الحمام، المفروض ان انا ما بقاش جرحه ده خالص. طبعا بتاكد ان هنا ما فيش الزور، بحط ايدي هنا في الرقبه دي بيبقى فيه خط رفيع كده زي الخرطوم رفيع، اتاكد ان ده الزور ان انا شلته. وبعدين هبقى احكي لكم حصل معانا ايه مره واحنا في عزومه عند ناس ولقينا الحمام جوائي. وبعدين هاجي عند المكان ده هعمل كده بتك تك. شفتوا انا اتكيت على الصدر بتاعه كده سنه صح؟ عايزه بقى احرر من هنا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء ده كده على خفيف. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حبه حبه علشان ايه؟ عشان انا هحشي هنا. خلاص لحد فوق كده. شايفين ازاي؟ بين الجلد والحمامة، بين الجلد والحمامة اهو. شايفين اهي؟ عشان لما اجي احشي من هنا كده اهي تبقى نافدة ازاي على الزور هنا اهي. خلاص وهنا كمان بالراحة خالص، يعني مش عايزة استعجل عليه اهو. التكه اللي بتتكوا عليها على الصدر دي هتفرق مع حضراتكم. بصوا نفذناها ازاي، بقت كلها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. شايفين اهي؟ بصوا اهي. ومن هنا كمان، يعني انا اقدر احشي من الناحيتين. تعالوا بقى هاخد شويه حشو
كده على قد ما انا عايزه احشي. خلاص بصوا الفريك اهو، خليني برضو اوريكم تقليبه كده. بصوا ما يحتاجش ميه كتير خالص، وبعدين يطلع بعد ما يتشرب يطلع يهدى شويه ونحشي. خلاص هنا بقى هاخد كده من هنا، ابدا اخد كده هحشي الاول هنا تحت الجلد. ومعانا مدام منال من الجيزه، يا اهلا وسهلا. صباح الفل، وحشتينا والله. شوف عبد حبيبه قلبي، وانتوا اكتر والله يا مدام منال، ربنا يبارك فيكي. تسلم ايديكي على الحمام. تسلمي يا قلبي، تسلمي وتعيشي. معلش كان بس ليا سؤال عند حضرتك. موري بالنسبه للحلبه اللي حضرتك كنت عاملاها اللي هي الحلبه المحوجه، التحويجه، ايوه مش التحويجه، المغات. انا كنت عايزه اسال الاول عن المغات. اسالي حبيبتي عايزه ايه. هي المغات احنا ممكن نعمل مغات من غير اي اضافات خالص؟ اه ممكن. احنا في المحوجه قلنا ان احنا المقدار بتاع المغات نص كوبايه، تقدري تحطي مغات صرف بس، لكن الاكتر من كده بيبقى ممرر، مش هتستصيغي طعمه، بيمرر. دي اول حاجه بالنسبه لخشب المغات الاصلي اللي احنا اتفقنا عليه. ايوه عشان كده هم العطارين بياخدوا المغات الاصلي ده يضيفوا له شويه المنكهات اللي حضرتك شفتيها، اللي هي الحاجات البسيطه اللي احنا ايه حطيناها عليه. ده بالنسبه لخشب المغات. طب بالنسبه بقى للمحوجه اللي انت كنت حاطه لها التحويجه دي، بنحط لها الحلبه حصى ولا بتبقى ايه؟ بصي بقى انا دلوقتي انا لسه احنا معانا مصور اهو من اهل بورسعيد الكرام. انا بعتقد ان هي ممكن تكون على حسب العطار. احنا في القاهره واسكندريه كل العطارين الكبار اللي سالتهم لازم تتحط نسبه من الحلبه الحصى في التحويجه، لكن اكتشفت ان في ناس ممكن تقول لك انا هستخدم الحلبه الحصى دي معلقتين، وممكن ناس ما تحطش خالص. مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص، بس هي بالنسبه لنا هنا كل عطار تساليه يقول لك لازم يبقى فيها نسبه حلبه حصى. احنا اتعودنا على الطعم ده خلاص، لكن اللي مش عايز يحط براحته براحته، بس هي بالنسبه لنا من الاساسيات. انا بس لسه يعني حد من احد المصورين الغاليين هنساله في بورسعيد العطارين بيحطوا ولا ما بيحطوش، عشان نبقى المعلومه اكيده بقى. ايوه صح صح. تسلم ايديكي فعلا على كل حاجه، وهي كانت حلوه قوي بس انا لسه ما جربتهاش يعني. يا حبيبتي جربيها وان شاء الله تطلع جميله باذن الله من ايديكي يا مدام منال. صباحك زي الفل. صباحك رضا من رب العالمين. معلوماتك الجميله. أشكرك. اللي بتعلم منك فعلا يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا مدام منال. كل ذوق. صباحك زي الفل يعني. صباحك رضا من رب العالمين يا فندم. بصوا انا بدخل هنا في الفتحه دي، ولازم برضو تكون نظيفه، يعني بشيلها كده لو فيها اي اثار مش نظيفه، شعر مش عارف ايه. بصوا ببدا ادخل كده الحشو لحد قدام كده لحد هنا، وهنحط شويه كمان في الحشو ده، هتحتاج شويه حشو كمان عشان تبقلص معانا شويه. فانا هعمل كده، انا بس بكتفها من تحت، بحط كده في الجناب، هتطلع الحماميه جايه. ما تكبسوهاش قوي، هي مش محتاجه عشان ما تنفجرش، بيبقى ليها برضو نسبه كده في الايه في الحشو، يعني ايه لا باس بيها. خلاص اهي شفتوا بقى. ماشي. بس شايفين حضراتكم ازاي اهو بعمل كده، وعرفتوا بقى هو بيعملها ازاي عند الراجل. انا بشكر طبعا الشخص اللي دخلني جوه عشان انا بحب الحمام بالفريك، فدخلني جوه ووراني هما بيحشوها ازاي، فشفت المنظر ده الحقيقه لقيته منظر جميل قوي وسريع، لانه بيعمل كميه ما شاء الله. فبصوا بقى المكان كله مفتوح على بعضه اهو، شايفين اهو. ناخد بقى معانا مدام سميرة. اهلا بيكي مدام سميرة. اهلا بيك يا حبيبتي. عاملة ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبي. ايه الحاجات الحلوة، الحمام العشق بتاعنا ده. يا حبيبة قلبي عشق ده يعني حياتنا. يا روح قلبي يا روح قلبي. كل اسبوع لازم ناكل ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يديمها نعمة حبيبتي يا رب، يحفظها من الزوال. الله يخليك يا حبيبتي، تسلم ايدك. انا بعمله كده زيك. بس التكة بتاعت البصل والملح والفلفل اللي جوه الحمامه دي حلوه قوي. تفرق معاها قوي يا مدام سميره بصراحه. هتشيل فعلا مثلا كام زفاره ولا حاجه، وبعدين بتديله طعم كده جميل سبحان أكيد. الله اكيد. اكيد. بس بصي الحمام هو الفريك، ما عملش انا كده. ايوه الف هنا وشفا. الف هنا وشفا يا مدام سميره. تسلم ايدك. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي وتعيشي.
احلى حلقه سويس رول هتتعمل لك، بس احنا مستنيين نقرب من راس السنه عشان احنا هنستغل بقى الوصفه الحلوه دي في حلقه مميزه ان شاء الله. خلاص يا حبيبي احنا مستنيين ان شاء الله يا مدام سميره. تسلمي يا ميل الكاست كله يا حبيبي. يوصل. تسلمي يا فندم، شرفتينا ونورتينا، شكرا لحضرتك جدا. بصوا بقى في المرق ده، هوريكم شكل الحمام، عايزه اوريكم واحده بس، انا مش عايزاه ينفجر. بصوا بسم الله، احنا في جزء اهو ده بالفريك. بصوا الحمام ما شاء الله. استنوا يا جحا، فين يا حبيبتي؟ استني، الله يهديك اهي. شايفين؟ شايفين من هنا مسحوبه وجميله ازاي؟ اوريها لكم من الناحيه الثانيه. بسم الله. انتوا تعبتوا حبايبي، معلش حقكم عليا، حقكم عليا. هحط بس عود قرفه، وارجو من حضراتكم انكم دايما تهتموا بيه بالذات في شوربه الحمام، اذا مش هتضيفوا قرفه رشه للفريك. وبحط رشه حبهان. خدوا بالكم انا هاخد من المرق ده دلوقتي علشان هعمل شويه شوربه حمام، فبشيل الريم وبهيئها لكده وهي نازله بقى خلاصه الحمام. تحطوا بقى شويه لسان عصفور فيها، عايزين تشربوها جوز الطيب اهي يا فندم، اهي دي جوز الطيب يا فندم، جوز الطيب، جوز الطيب حضرتك اهي. خلاص فانا سايباه دلوقتي اهو. وخلوا بالكم انا ما بحبوش يتهري، الفريك ما بيحتاجش سوا كتير زي الرز. ودلوقتي بقى انا ايه هجهز كده. بصوا الفريك خلاص، تعالوا بس اقلبه تقليبه واطلعه قدام حضراتكم عشان تبقوا شايفين انه تمام. اهو ادي الفريك اللي احنا عملناه اهو. وانا هقدم منه شويه على طبق نحط عليه الحمام كده ونروقه. لكن خلينا بقى دلوقتي نستعد لبريك، نطلع استراحه صغيره، نرجع نستسمع حضراتكم، نستكمل بعد الاستراحه، نشوف هنعمل ايه في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحه. قلنا نتواصل بسرعه بسرعه، وبصراحه بشكر المصور اللي معانا كلمني يعني الوالده، وطبعا بحيي كل اهل بورسعيد عشان نتاكد، لان انا عايزه انقل لحضراتكم دايما الصوره يعني واصله. زي ما في اكلات معينه خاصه بالمحافظات، في ناس تضيف بصل وناس تحط ثوم وناس تحط، فاذا لكل محافظه طريقتها. فيمكن يعني احنا هنا واسكندريه والناس اللي قالوها لنا في دمياط بيحطوا نسبه حلبه حصى مع، او الحلبه اللي هي المطحونه زي ما بيقولوا، مع التحويجه نفسها، مكونات التحويجه غير المغات الاصلي خالص. قالوا لنا ان في بورسعيد لا، هم بيعملوها بيكتفوا بالمغات والتحويجه من غير ما بيضاف لها الحلبه احيانا، واغلب الوقت ما بيضاف لهاش، فهتبقى حلوه برضه. هو اصلا الايشو كله في المغات على فكره، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. عشان كده انا قلت دايما المغات لما بيكون مظبوط ومتاخد من بيور. وخليني برضه اقول لحضراتكم معلومه عن المغات. المغات العشبه بتاعته هو انواع، هو ما هوش نوع واحد، هو على حسب تخانه الخشب ده او العيدان بتاعه الخشب. كل ما تبقى اتخن كل ما يبقى اغلى. وجوه الخشبه دي لازم هو يكسرها، لما ببقى عنده يعني بيكسر الخشبه دي، بيبقى جواها حاجه كده عامله زي البذره، ما ينفعش تطحن لانها تخليه مر جدا، فلازم يشيلها. وبعدين بيكسروا قوي، بياخد عودين من دول وبيخلط معاه المجموعه بتاعه التوليفه اللي احنا نزلناها للمغات اللي بتتحط معاه عشان تديله الطعم الحلو ده، لانه لوحده ما ينفعش يستصاغ، يعني كتره مش بيبقى ليه الطعم اللي احنا متعودين عليه. فهي دي بس النقطة اللي حبيت ايه اوضحها لحضراتكم. طيب هناخد بقى كده، بصوا ادي الحمام شايفينه اهو، ياخد وقته، ريحته جميلة ما شاء الله. الحمام تقدروا لو انتوا عندكم عزومة تطلعوه عادي جدا وتغلفوه وتحطوه في التلاجة الوقت قبل التقديم بيتحمر. في ناس بتحب تحطه في الفرن ياخد لون زي اهالينا في الارياف وتدخله في البرام، طبعا جو تاني وطعم تاني والحياة مختلفة. وأصلا يعني الواحد إحساسه النفسي إن هو في مكان ريفي جميل بيدي إحساس بالسعادة. طيب أنا عندي بقى للشوربة هنا هاخد كده، آدي حلة، هشيل ده، هاخد منها كام لوش من شوربة الحمام دي. عندي لوش تاني ستانلس. محمد هات لي اللوش التاني بعد إذنك، الستانلس. خلاص هاخد كده هنا في الحلة دي شوية من الايه شوربة الحمام. هعمل شوية شوربة عاديين كده خفاف خالص، مش عايزين منهم حاجة. تمام، مش مهم، مفيش مشكلة كده.
كده، بصفي بس شويه عشان عايزه اخدها شوربه كده صافيه. نعمل مجين كده حلوين بخلاصه شوربه الحمام الحلوه دي. بسم الله. وخليني بسم الله هحط هنا بسم الله اهو. هعمل بقى حركة دلوقتي. عارفين اللي انا قلت لحضراتكم من شوية البصلاية اللي هي ممكن نتبلها بشوية ملح وفلفل؟ هعمل دي قبل ما احطها في الحمام. بصوا اولا البصل ده مفيد جدا. هاخد كده شوية ملح وهعمل كده. شايفين ازاي؟ اهي كده. وهاخد ال شويه البصلايه دي هنزلها في المرق. تاخد غلوه حلوه مع المرق بتاع الحمام اللي احنا حاطين فيه جوزة الطيب والورق اللورة والقرفه والحبهان وكل الحاجات الحلوه. بصوا ده الفريك اللي طلع كده. بعد ما تطلع هناخد من شرايح الليمون. هناخد بقى من شرايح الليمون الحلوه دي ونتعامل مع القصه كلها. طيب ناخد هنا طبق ولو ان هي محتاجه مجين يتحطوا جنب بعض هنا احلى. ناخد كده الشوربه دي رائعه. قبل ما الواحد ياكل الحمام كده في العزومه بيقدم شويه الشوربه. ايه رايك في الموضوع؟ انا شايفاه كويس صح؟ انا مركزه معاك على فكره. طيب بصوا كده اهو. يعني نقدر نسيبه على قبل التحمير سواء هتحمروه على النار او لا. بصوا لما بتتحشي حلو بتبقى شكل الحمامه جميله جدا. اهم حاجه ما نكترش واهم حاجه نبقى عاملينها مظبوط وما تتقطعش. تتنضف كويس من جوه، نشيل كل حاجه فيها من جوه عشان تبقى شكلها جميل معانا ومظبوطه. دي كانت حمامه سمراء شويه، ممكن يكون جسم يعني شعرها كان اسود او جراي. لا يا فندم دي مش عنصريه في الحمام بس هو خلقه ربنا كده. ناخد معانا مين؟ هبه. شيف عظيم اهلا يا روح قلبي حبيبتي منوره. عم ربنا يسعد قلبك يا نور عيني. يا رب يخليك حبيبتي. يا رب يخليكي دايما يا رب. تسلمي. الحمد لله كده. وايه الحمام الحلو الجميل ده؟ يا رب سعيد قلبي. ايه الحمامه دي سمراء والحمامه دي انا مش عارفه تقريبا دي ما حطتش فاونديشن يا هنا. لا بس جميل. ما عملتش ميك اب قبل ما تطلع. حلو جدا ما شاء الله جميل جدا. الله يخليك يا رب. تسلمي تسلمي يا حبيبي عمري. عايزه اسالك بقى سؤال كده عن امور. قولي يا قلبي قولي. السحلب الاصلي يعني احط منه قد ايه عشان يطلع بقى مظبوط كده والعيال الولاد بيحبوه قوي؟ طب بصي بقى اقول لك الراجل قال لي ايه من بقه؟ قال لي باخد 50 جرام سحلب اصلي بضيفه على نص كيلو من المكونات اللي احنا عملناها اللي هي دي الرز والنشا والحاجات اللي حضرتك شفتيها دي. 50 جرام؟ 50 جرام. انت عارفه الكيلو بكام؟ بالمعلقه تبقى قد ايه؟ بالمعلقه انا بعمل 50 جرام معلقتين كبار. معلقتين كبار مليانين. اصل المعلقتين دول هيطلعوا نص كوبايه. نص كوبايه هيطلع. انا لو مسكت معلقه الاكل دي ومليتها دلوقتي بالذات الحاجات الخفيفه اللي هي زي النشا والدقيق والسحلب بيبقى هرمي فبيبقى يعني انت بتحسيه اكتر فبيوزن عن الحاجات الثقيله. فاهمه قصدي ازاي؟ فهم هيبقوا معلقتين كبار. لو انت حطيتيهم في اي كوبايه من بتاعه الشاي هتلاقيها التلت كده يعني هيملى تلتها. يعني لو حبيت اعمل مثلا 4 كوبايات احط في كل كوبايه معلقتين كبار؟ انت هتعملي على النص كيلو كله المجمل كوزن بعد ما تعملي حاجتك بدقيق الرز بكل حاجه اخر حاجه هتضيفيها هو السحلب البيور. الاصلي بقى. على الكميه كلها النص كيلو بس ال 50 جرام دول وتقلبيهم فيه. بس خلاص. بس كده لان الكيلو ب 3000 جنيه حضرتك. انا عارفه ان هو غالي بس يعني بيطلع طعمه تحفه.
لا ما احنا لازم نستفيد. ايام السقعه والشتا دي بتبقى بصراحه هو مش خساره فيكوا ولا في صحتكوا ولا في اولادكوا ولا في اي حاجه بجد. بس انا حبيت ان انا الفت النظر انه ان احنا ما بناخدش سحلب، الوصفات كلها اللي بتتعرض ما فيهاش السحلب الاصلي، فاحنا لازم نستفيد منه. والحقيقه مش كل العطارين بيحطوه، الحقيقه احنا انا دايما اقول له اطحنه قدامي، انا بحب كده، حتى لو هو ضيف على المغات هو حد محترم مع احترامي ليه، بس انا بقول له انا جاي اخد حاجه مخصوص، فحضرتك اعملها لي، يعني هات لي العودين بتوع المغات اخلطهم لي دلوقتي بالحاجات واعملها لي دلوقتي في الطحان. بسم الله. يعني ده بيفرق قوي. محمد انا عايزه اللوش التاني الاستانلس لو سمحت. ايوه شكرا ليك. بسم الله. لا خلينا هنا بقى، هنا مع المجدة. بسم الله. بسم الله. زينة حبيبتي ازاي حضرتك يا ست عظيمه؟ عامله ايه؟ نور عينيا. ازيك انت يا حبيبه قلبي؟ وحشتيني قوي 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 قوي. يا روحي انت كمان. انت عارفه بقى انا لسه فاكراكي امبارح؟ اقول لك بقى افتكرتك امتى؟ امتى؟ لما جيت بقى البس الاكسسوري الجميل اللي انت جبتيه لي يوم ما جيتي في ايدي، عشان بحب لون التركواز قوي، على الرغم ان انا يعني ما بلبسش اكسسوارز خالص، بس انا قلت لازم اجرب اللي زينه جايبه لي، لقيتها جميله جدا 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 فافتكرتك امبارح. كل حاجة على حضرتك قمر، عشان حضرتك أصلا قمر. يا رب سعيد قلبك يا نور عيني، تسلم إيديكي يا روحي وتسلم ذوقك أنت وماما. شكرا. أنا كنت عايزة طريقة عمل الإكلير. من عيني يا روح قلبي، حالا ننزل لك عجينة الشو حالا. أحلى إكلير لأحلى زينة. أنت عايزة نبقى نعملها يا ندى؟ نفسك في الإكلير؟ حاضر. كلكم حاضر يا حبايبي. هعصر بس كده عصير ليمون. هتتعمل خلاص كده يا زينه. قالت لي يلا، دبستني اهي في الوصفه، قالت لي يلا لازم نعملها بقى عشان خاطر زينه. ماشي هنحط بقى عصير الليمون الجميل ده كده. معلش بقى بما ان الواحد هيشرب ويتمزج، رش كده جوز الطيب. هما يشربوا الحمام وياكلوا الحمام وهيناموا كلهم، مفيش مشكله خالص، عادي، ده شيء طبيعي يعني، حتى لو ما بياكلوش حمام هيناموا برضو، بس ده عادي. الستات نشيطة أكتر، الرجالة كسولية شوية، حبوا الأنتخة زي عينيهم. هحمر لك الحمام حالا، بس أنا عايزة آخد من السلايد دي اللي عاملها محمد، تبقى واحدة صفرة واحدة ماشي خضرة. عايزين شاليمونين؟ حاضر، من عنا اشربوها بالشاليمون. طيب ماشي يا حبايب قلبي، هطلع الحمام حالا ونبدأ دلوقتي نحمر مع بعض وهسخن حالا. اهو بسم الله، ادي الشوربه وتعالوا بينا يلا نشغل النار هنا، نشيل بقى دي خلاص، وهناخد هنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا حاطه شويه من الزيت ومطعمها ايه على الوش بمعلقه سمنه بلدي كده تدي طعم. ليه بقى؟ طيب تمام. طيب تخليني انقلها لحضرتك هنا كده، بالنسبه لحضرتك كده كويس؟ ماشي يا فندم. قولي يا روح قلبي. هنبدا بقى نشيل الحمام بتاعنا. خليني كده اجيب ايه، انا عايزه بوله ولا طبق كبير؟ خليني اخد بوله احسن. بسم الله، هناخد كده الملقاط ده وننشل الحمامات. بسم الله. بسم الله. في اتنين تقريبا توأم جايين، مامتهم وباباهم، وادي بتاعتي اهي. انا بقى بحبها الحجم ده. ها هنا الولاد ما فرطوش ايدهم هنا في الحشو شويه، معلش انا مش هخليهم تاني يحشوا حاجه، عشان ابصوا بحشي الحمامه بتبقى ما شاء الله عليها كده. شوربه الحمام دي طبعا ما تترميش، يتعمل فيها اي حاجه انتوا عاوزينها. عايزه اقول لكم رائعه، احتفظوا بيها. هتتبسطوا جدا. عايزين بقى تحطوها في مره، عايزين تسلقوا فيها ممبار،
شيلوها. انا بعمل بالحاجات اللي بيبقى ليها منكهات وحاجات جامده كده، شويه رز، شويه اي حاجه في نسقي بيها ويعني هتتبسطوا بيها. انا بس اسخن هنا شويه وهسيبه كده يهدى، ما يبقاش فيه نقط ميه عشان ما يطرطش الدنيا. وناخد معانا مين؟ معانا مين يا حبايبي؟ معايا دندون. اهلا اهلا دينا. كيفك؟ الاخبار؟ الحمد لله حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. الحاجات الحلوه بس والكيكه الجميله اللي حضرتك يا رب سعيد الحلقه كلها. يا نور عيني، تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي. بتعملوه زينا كده ولا مختلف يا دندون؟ ده زي القمر. ما عدا الاثنين مش يعني سمر دول شويه. دول هنديهم للمخرج بتاعنا. هنديهم للمخرج بتاعنا، هو بيحب السمر تقريبا. بيقول لي انا بحب السمر. اي حاجه من ايدك حلوه. ربنا يسعدك يا دندونه حبيبتي، شكرا لذوقك يا حبيبه قلبي. انا بس ممكن اعمل اهداء صغيره؟ طبعا. ابني عيد ميلاده بكره، عايزه بس حضرتك تقولي كل سنه وهو طيب. اصغر اهلاوي ما شاء الله عليه، رب كل سنه وهو طيب، عقبال مليون سنه يا محمد بجد. اصغر اهلاوي واجمل اهلاوي. 30 ما شاء الله، العمر كله. العمر كله ليه يا حبيبتي، عقبال ما تشوفيه عريس يا رب في الكوشه. حبيبتي ربنا يخليكي لينا وتسلم ايدك. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي وتعيشي. شكرا يا دندونتي، كل سنه والقمر ده طيب وبسعاده. وحضرتك طيبه يا حبيبتي. تسلمي، نورتيني يا روحي. يلا بينا احط واحده كده ولا ايه؟ احطها واجري؟ لا طيب. احذفها. بيقولوا لي احذفيها من بعيد يا شفيق، احذفيها من بعيد. لا استنوا بس عشان ايه؟ انا مش عايزاها تتجرح. معلش الحمامه مش عايزاها تتجرح. بسم الله. ماشي، هي لسه شويه بس هو بدا يعني هيقول افضل لسه. خلاص بصوا ملظلظه وجميله ازاي، والله ما شاء الله. هي الرقبه دي ممكن تقع، خلوا بالكم اهو. شايفين الجمال؟ لازم تتصفى كويس، مش عايزه فيها نقط ميه عشان ما تطرطش. وفي حاجه كده كفر جميل قوي لقيته، لطيف قوي زي السلكه كده ليها، عارفين زي المنخل الناعم اللي هو بتاع زمان، الحرير اللي بنعمل بيه السكر والدقيق، بس بيد كده مدوره كده، بتتحط على وش الحاجه وتتحمر، بتبقى لطيفه جدا. يلا ماشي، بس ننضفها الاول. حاضر، يلا بسم الله. اوبا يا مامي، خلاص اللي انتوا عايزينه. انا هخلي الاثنين بتوع استاذ فضل دول لوحده. حضرتك تحمرهم في البيت بقى يا فندم. يلا بينا هنستسمع حضراتكم، عقبال بقى ما نحمر ونظروط الدنيا. هنحمرهم ونستسمع حضراتكم في استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نشوف شكلهم عامل ازاي بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا ايدي الحمام اهو بيتحمر زي ما انتم شايفينه كده، ياخد بس لون حلو كده جميل ذهبي. حطينا واحده ثانيه هنا لان المساحه تسمح. بسم الله. تسلم ايدك يا فندم، مش عايزه اجرحها بس. تمام بسم الله. ادي كده، وادي الحمام. في واحده هنا دي ايه؟ انا لسه قلباها صح؟ سيبها بس تاخد لون من الناحيه دي وبعدين نقلبها. تعالوا بقى نعمل وصفه لطيفه جدا، سهله وجميله، مرطبه بعد الاكله دي. نعمل تشيز كيك سهل. احنا هنعمل النهارده النوع السهل، خلاص ان شاء الله في مره تانية نعمل النوع الاصلي للتشيز كيك اللي هو بيدخل الفرن. في ناس كتير قوي تحبه، تحب طعمه بره، ممكن تطلبه في بعض المطاعم والريستورنت، بس بتبقى خايفه تعمله، ممكن ما يظبطش معاها قوي. فان شاء الله باذن الله احنا النهارده عملنا البارد وهنعمله من غير جيلاتين، وهقول لكم انا هعمل بيه ايه، وان شاء الله المره تانية نعمله على الساخن الطريقه الاصليه الحقيقيه. طيب النهارده هنبدا نقول مقاديرنا. المقادير بتاعت التشيز كيك، عندي طبقه بسكوت طبعا. طبقه بسكوت. ايه محمد هو خد البسكوت فين محمد؟ ماشي تمام. عندي بسكوت ساده، البسكوت ده زي ما حضراتكم تحبوا، بسكوت الشاي، بسكوت الشاي بتاع الاطفال. ماشي. عندي مثلا هقول من 250 ل 300 جرام من البسكوت. اولا عليه نص كوبايه من الزبده المذابه. عندي 400 جرام جبنه كريمي او الكريمي تشيز، وتقدروا تستخدموا فيها اللبنه التركي تبقى جميله، وهقول لكم واحنا شغالين نقدر نعملها ازاي برضو بطرق تانية. عندي معلقه فانيليا، عندي سكر بودره ده اختياري،
وعندي انا هستخدم فيها السكر الدايت، عندي كريمه حلويات اللي هي الويبنج كريم او الكريمه الخفق، وممكن مكانها الكريم شانتي. طيب صوص الفراوله عباره عن ايه؟ نص كيلو من الفراوله، عندي كوبايه عصير فراوله ضربت منه كام فراولايه كده في الخلاط، وعندي سكر دايت، وعندي معلقه عصير ليمون، معلقه ونص من جيلي الفراوله تدعم اللون والطعم، وعندي لون احمر لو حسيت ان اللون بتاع الفراوله ما هواش القوي قوي، انت عارفين لسه الفراوله في اولها يعني. طيب انا هبدا كده مع حضراتكم، فكروني بالحمام لانساه بقى. طيب طيب هناخد كده اول حاجه، انا هنا هدوب شويه الزبده، انا سخنت البان قوي علشان لما اسخن الزبده ما احطهاش على النار تدوب على طول، يعني سخنت نفس الطاسه مش حاطه الطاسه على النار، بس ابتدت تسخن عشان ادوب فيها كميه الزبده دي، بتدي كده تطعيمه للبسكوت وبتحمص البسكوت بشكل حلو. ادي كميه البسكوت، اي بسكوت شاي بتاع اطفال عند حضراتكم او بسكوت القمح لو تحبوا. وبعدين بصوا بدوب الزبده وبحط كده بسم الله عشان اخلي البسكوت بصوا ماشي، بصوا الجمال. عايزه اقول لكم اصل التشيز كيك يوناني وبعد كده انتقل لباقي انحاء العالم، بس بتختلف مكوناته على حسب كل بلد زي ما اتفقنا كده، فكره التحويجه والمحوجه. بصوا عايزه اقول لك هي التشيز كيك دي اشهر انجاز في الامريكان اللي هي دلوقتي وصلتنا واحنا بنعملها. بصوا كده هطعم بس البسكوت ده، اشهر يعني انجاز لوصفه متعممه على مستوى العالم، كل البلاد بتعملها بطرق مختلفه، في اللي بيحط فيها الجيلاتين، في اللي بيعملها على الساخن وتبقى دي اصل بلده ما بيعملوهاش بارده ابدا، وفي العكس بيعملوها على البارد، وفي بيضيفوا لها حاجات تانية. بصوا انا بحب البسكوت ما يبقاش مطحون 100%، عايزه يبقى فيه شويه كده يعني احس وانا باكل ان انا باخد بسكويت مع الكريم، بتبقى جميله. القالب بتاع التشيز كيك بتاعي اهو بسم الله. قبل ما هعمل اي حاجه خليني الاول ابص على الحمامتين دول كده هنا بسم الله. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. رجليها بس كانت شابكه شويه اهي عشان توأم مترابطين. لا حضرتك دي مسكت في واحده بيضه، حضرتك دي عايزه تخرج من جلدها، حضرتك اتبرت من اختها. يلا بينا عشان نلحق نكمل الوصفة التانية. بسم الله اهو احط كده، ادي القمر. يا سلام يا سيدي يا سلام، واحط لكم كم واحدة هنا، تعالوا انتوا مع بعض بقى، احنا فصلناهم دول في كلاس لوحدهم ودول في كلاس لوحدهم صح كده. يعني يا فندم يكون افضل يا فندم عشان المشاكل بس. بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا. حاضر نحط بس الحمامات كده ويلا بينا. خد التاب، هنبدا بقى نحط البسكويت ونطفي هنا النار خالص، نفصل خلاص على الزيت. يلا بينا ناخد البسكويت ده ونحطه في قالب التشيز كيك. قبل ما اعمل اي حاجه خليني ابطن القالب ده الاول يعني اامن نفسي، فهاخد كده علشان ما ينزلش منه اي سوائل وانا بقفله. ماشي الكلام اهو، ابقى ضامنه انه تمام. وبمعلقه هبدا انزل او بظهر كوبايه البسكوت ده بشكل كويس، هعمله دلوقتي بايدي افضل علشان ايه يبقى ماسك نفسه، وطبقه ثابته. الطبقه دي نقدر ندخلها الفرن مثلا
10 دقايق فرن متوسط الحرارة، فتلاقوا كده الزبدة مع البسكوت اديته تطعيمة كده بقى ليه ريحة كده كأنه ايه اتحمص بقى طعمه حلو، او في التلاجة اللي يريح حضراتكم. خلاص يلا بينا نروح على الكريمة. هعمل ايه في الكريمة؟ انا هاخد كده الكريمي تشيز او الجبنة الكريمي او اللبنة حطها كده في العجان و كده، وهاخد معاها الويبن كريم. لا كده، ادي الويبن كريم، او هتحطوا كريم شانتيه زي ما تحبوا، دي كريمه الخفق. هحط سكر البودرة، أسفة سكر الدايت، وهحط رشة من الفانيليا، معلقة صغيرة. هنقلب الخليط ده مع بعضه. بسم الله. وهاجي هنا للصوص، عايزه اعمل صوص الفراوله. بصوا بقى، لو هاخد الفراوله العاديه بتاعتي بحب تبقى قطع شويه زهره، وعايزين تحطوا معاها فراوله فريش مفيش مشكله. وهحط معاها شويه من جيلي الفراوله و نقطه ميه، وانا مش هحتاج احط سكر لان الجيلي فيه نسبه سكر. هو الجيلي عباره عن ايه؟ عباره عن جيلاتين وفليفر ولون، وفي نسبه سكر، فانا مش محتاجه. انا بس عايزه ايه ادي للفراوله دي او للصوص ده، اعمله صوص بفراوله فريش اللي هي دي. اشيلها لك حالا كده. تمام كده، شويه كده من الصوص ده علشان نستمتع بيه. الجيلي كمان فيه شويه جيلاتين، فهو بيحافظ على الفاكهه جواه، فانا لما هحطه على التشيز كيك هتبقى محافظه على شكلها. احنا دايما لما بنحط الجيلي على الجيلي بارد او جيلي على الساخن اللي اتباع جاهز عند مستلزمات الحلواني بكون عشان احافظ على شكل الفاكهه ما تتبلش، فهو هيبقى ماده حافظه وفي نسبه جيلاتين متماسك. بسم الله. طيب اقدر اعمل ايه تاني؟ اقدر اعمله بالزبادي. اللبنه التركي رائعه، ممكن استخدم الزبادي، ان انا اجيب الزبادي احطه. فاكرين لما عملناه في الدبلان وعملنا اللبنه؟ هنعمله زي اللبنه ونحشيه بيها، هنصفيه ونسيبه لما يبقى كتله بدون اي سوائل خالص، ونعمل بيه تشيز كيك. خلاص ممكن نخلط جبنه قريش مع، بس هنحط نسبه سكر بقى في الوقت ده، او عسل. خلاص طبقه الكريمه دي جميله وخفيفه، انا عامله قالب اصغر من ده شويه. الفراوله دي فوائدها كتير ونزلت دلوقتي وبقت كويسه عندنا. طبعا فراوله يعني غنيه جدا بمضادات الاكسده وبتعزز المناعة جدا، وكويسة جدا جدا كمان يا جماعة للناس مرضى السكر أو للناس اللي هما ما فيهاش نسبة سكر كفراولة.
بالنسبه لل يعني لبعض الفواكه الاخرى ما بترفعش النسبه بشكل عالي، هي كمان تعد من الحاجات الجميله. يعني بصوا هنا الفراوله، هنا ثواني بس عايزه اوريكم حاجه هنا. انا كده حطيت جيلي، انا ما حطيتش لون على فكره. انا ما حطيتش لون، انا حاطه بس جيلي، معلقه جيلي كبيره، نقدر ان احنا نستفيد بالموضوع ده. بصوا بيبقى عامل ازاي لما بيقعد بعد الجيلاتين، هوريكم بس متصفي، يعني اتضرب واتصفى. تحسوه انتوا تقدروا تعملوه في البيت يعني بشكل رائع. بصوا بقى هعمل كده وهغطيها من فوق بكلامفل وهدخلها فين؟ هدخلها التلاجة، هتقعد لها من بالليل للصبح او يوم كامل، تاخد وقتها. بسم الله. بصوا احنا هنا بقى عاملينها مسقعينها عشان تبقى حلوه، زي ما بيبقى جاي لنا ضيوف ونروح مسقعين الكاسات قوي في الصيف قوي، لما تشبر تبقى كده عشان لما نيجي نقدم فيها تبقى ساقعه. بصوا بقى هنزين بالفراوله حواليها، ادي الصوص. عشان نسبه الجيلاتين شايفين عاملة ازاي؟ انتوا عملتوا طبقة رائعة بالجيلي، وجيلي جاهز خلاص. تعالوا بقى نحط فراولات هنا. ليه شال كل الأخضر اللي من على الفراولة يا ولاد؟ ها؟ كده فراولات حلوة كده حواليها، حلو الجزء اللي فيه اخضر بالاحمر ده، شكله لطيف. وتقدروا تعملوا الجناب بتاعتها فيها فراوله، يعني تقدروا تستفيدوا من الجناب بتاعتها فيها فراوله. ناخدها داير ما يدور، تبقى من الجناب هنا موقفين فيها حبات من الفراولات. ناخد بقى ايه، عايزه اقول لكم دي بقى، بصوا بصوا الفراوله دي لما بتنزل في الصوص ده، دي بقى تحفه في التارت. التارت عايزه اقول لكم بيتعمل بالصوص ده، هتستمتعوا بيه. اي حاجه بقى عليها فاكهه من فوق استخدموها مع نوع الجيلي الخاص بالفاكهه دي، هتبقوا مبسوطين بيه جدا. خليها بقى تبقى بيوريه وتبقى جميله. عايزين شويه صوص نازل من الجناب، حاضر كده عشان هي مع الفراوله. والله رائعه، الولاد هيستمتعوا بيها وطعمها حلو قوي. وفي الاخر جيلي، انا ما حطيتش جيلاتين، هو انا اكتفيت بالجيلي الكويس الجاهز. اللون شايفين لونه لوحده جميل ازاي. الصوص هو اللي كنا بنعمله، نطفيت عليه، بصوا بدا يتقل. اضربوا بس الفراوله بيوري، ضربوها بيوري، حطوه هيطلع رائع زي اللي احنا عملناه. وجملوا بقى بالفراوله براحتكم واستمتعوا بيها. ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. خليني اوديها لكم هناك، احلى حاجه تتقدم ساقعه ومرطبه على الايه، على الاجواء بعد الحمام القمر ده. وصحه وهنا طبعا على قلب حضراتكم. واللي يتبقى اعملوا الصوص ده واحتفظوا بيه، اي وصفه تانية انتوا عايزاه. ممكن تعملوا زبادي وتحطوا معاه الصوص ده، فيبقى زبادي بالفواكه الفراوله، او العكس باي نوع من انواع الفواكه الموجوده زي الرمان. اتمنى يا رب الوصفات يعني تكون نالت اعجاب حضراتكم، وسعيده بتواصل حضراتكم ومتابعتكم معايا سواء من خلال شاشه قناه الاهلي او من خلال الصفحه الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي. اسمحوا لنا نستعد ونستقبل الفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.